انا الحقيقه بيعجبنيش دايما في 30 يونيو هذا الصراع بين فريقين، بين فريق ناقم تماما على 30 يونيو وفريق بيدافع مستميت عن 30 يونيو. لان انا شايف ان حقيقه ان التاريخ الحقيقي الذي يجب ان نتوقف امامه هو 3 يونيو وليس 30 يونيو. 30 يونيو هنبقى في النهايه ضمت افراد كثيره من الشعب، ما بين ناس غاضبه فعليا بعد سنه من حكم الرئيس مرسي وكان سقف طموحاتها عالي جدا في تحقيق امال كثيره ما بعد ثوره عظيمه ولم تتحقق، في ظل ايضا ازمات مفتعله او ازمات حقيقيه زي الكهرباء او غيره. في ناس نزلت في 30 يونيو او تظاهرت وهي مؤمنه ان هي غاضبه ودي لها كل الحق، انما للاسف الشديد كان في طرف ثالث شغال عليه النظام العسكري على مدار سنه او سنتين ونص بمعنى اصح، المجلس العسكري سنتين ونص وسنه الرئيس مرسي ادي ساعتها كمان كده يبقى سنه ونص وسنه للرئيس مرسي سنتين ونص، اشتغلوا تماما الطرف الثالث على تأجيج مشاعر الناس وعلى تدكين وتدجين الاحزاب السياسيه وعلى افتعال مره اخرى واعاده تدوير الحزب الوطني وزبانيه نظام مبارك، وعملوا توليفه كده مع بعضهم المنتفعين والانتهازيين وهؤلاء الناقمين ايضا على حكم الاخوان سواء كانوا ناقمين لايديولوجيه سياسيه هم من ايديولوجيه اخرى او سواء ان هم عايزين يزيحوا الرئيس محمد مرسي، انما ما تاخدش 30 يونيو كلها في لوت واحد، ما تقولش كلهم كانوا جايين في تمثيليه، لا لا لا، في ناس كانت نسبه غاضبه، في ناس نسبه برضو نازله سياسيه لها مرام سياسيه عايزين خلاص مش عايزين رئيس مرسي كحكم اخوان، قول بقى دول ايا كان عقيدتهم السياسيه، انما كان في نسبه وهي الاكبر اللي هي فعلا كانت نازله على عين السلطه العسكريه. احنا شفنا ضباط شرطه من شارين على الاكتاف وضباط جيش على الاكتاف، شفنا وزراء موجودين وزراء نازلين مظاهرات 30 يونيو. المفروض اي ثوره بتقوم على النظام، طبعا لفظ حتى ثوره لا ينطبق ابدا كمصطلح سياسي على ما حدث في 30 يونيو، لان الحقيقه حتى 30 يونيو المظاهرات طلعت ومشيت وخلاص، والنظام اللي هو العسكري اللي كان ناوي انه يقفز على السلطه ويعمل انقلاب عسكري بقى في حيره يعمل ايه؟ فاضطر في 3 يوليو يطلع بعين 3 يوليو وخلاص محمد مرسي وتعيين رئيس مؤقت وايضا ايقاف تعطيل الدستور ده كله. فانا بتوقف اكثر ليس على مظاهرات او احتجاجات 30 يونيو اللي هي تمت والناس رجعت بيوتها وخلاص وخلصت، انما الحدث الحقيقي والقفز على الاراده الشعبيه واغتصاب الحكم والاعتداء على الدستور والاعتداء والعدوان على الإرادة الشعبية تم بانقلاب عسكري صريح من وزير الدفاع في هذا الوقت على رئيس المنتخب يوم 3 يوليو 2013. وعشان كده هي ما جاء الآن ويجيب بالمناسبة دي، أنا شايف أن معظم الناس أحزاب سياسية شخصيات وطنية العوام من المصريين ايقنوا بعد 10 سنوات ان مفيش 30 يونيو. 30 يونيو كانت عباره عن مظاهرات تم استغلالها واستعمالها وصناعتها في معظمها علشان 3 يونيو. وعشان كده ما تلاقي بقى لنا سنتين ثلاثه مفيش حد بيقول لك 30 يونيو ولا يحتفلوا بيها سوى على بعض الشاشات والابواق الاعلاميه للسلطه. لان لم يتم تطبيق خلاص 10 سنين جاء الرئيس الانتقالي اللي هو عدلي منصور علشان وزير الدفاع بعد كده اللي قام بالانقلاب يركب السلطه 2014 وما حتى الان يعدل الدستور 2019 ويبقى حتى الان حتى 2030. فالناس ايقنت ان عرفت خلاص اتعرف القصه والحكايه. فما عادش حد الان بيتكلم على 30 يونيو واكثر الناس بتؤرخ الى 3 يوليو الانقلاب العسكري الصريح. فعشان كده ما نسمع دلوقتي ابواق السلطه ما تاخدوش عليهم قوي. ناس زعلانه من خالد الجندي لان بيقول لك ثوره 30 يونيو انقذت مصر من الهلاك الذي تتعرض له دول الجوار. الحقيقه انتوا عارفين ما نحيا فيه الان اللي ما يكون هو الهلاك والدمار والخراب فماذا نسميه؟ لا يا عم، رجعنا تاني يا شيخ خالد الى 30 يونيو 2013.
لما كان الدولار لسه ب 7 جنيه، كل اللحمه ب 40 وكل الرز ب 3 جنيه، رجعني عم تاني لتذكره المترو ب 1 جنيه وبوبه البوتاجاز ب 7 جنيه. لو كنت شايف ان ده كان نجتنا من هلاك رجعنا لهلاك تاني يا شيخ خالد. خلونا نسمع خالد الجندي، واحده من فصلات او فواصل التعريض للسلطه بشكل مقزز جدا. ده 30 يونيو، ثوره 30 يونيو دي ثوره الحقيقه استعدنا فيها مصر مره تانيه. مصر كانت على شفا حفره من الهلاك، كنا داخلين على المصير، افتكروا كويس قوي، المصير اللي وصلت فيه دول المنطقه كلها. لا هقول اسماء دول ومش محتاج اقول اسماء دول، لكن كل دول المنطقه غرقت، راحت، انتهت. اي حد عاوز يقول يعني ايه 30 يونيو، نقول له انظر لدول، انظر حولك. فاكرين اعلان زمان كان بيجي يقول لك في بتاع تنظيم الاسره، يقول لك انظر حولك، انظر حولك. انا عاوز اي واحد عشان يعرف 30 يونيو يعني ايه، انظر حولك. شعوب تحولوا الى لاجئين، دول نهبت خيراتها، دول بقت عباره عن ميليشيات لا حصر لها، دول هدمت عن بكره ابيها. حط لي خلود الضلالي ده جنبي عشان عايز اقول له حاجه. هقول له هو وكل خالد جندي موجود، هقول له هو وكل عمه محطوطه على عمه، تمام؟ هقول له وكل من قام بالتوقيع على استماره اسمها ايه؟ تمرد، فاكرينها؟ اه يا عم انا معاك. اقول لك على حاجه يا عم، كل الناس اللي نزلوا وقعوا على تمرد يا عم انا معاهم، انا اهو بعلن على الهوا ان انا مع المطالب اللي طالبوا بيها. هل النهارده بعد مرور كل هذه السنوات يا شيخ خالد يا جندي يا ضلالي، انت هو خالد دلوقتي اتطور يا جماعه، بقى بيجيب دلوقتي اربع عمم جنبه ويقعدوا يقولوا قول يا مولانا، قول يا عم الشيخ، واللي يظرفه حديث على اللي يظرفه ايه على اللي يظرفه روايه ملهاش اساس، عشان يطبلوا لخالد الجندي ويفضلوا قاعدين جنبه في الاستوديو وتفضل السبوبه شغال. دول علماء السلطان، دول الضلاليه اللي بيطلعوا اللي يطلعوا يضلوا الناس على علم. ايوه عندهم علم، عندهم علم ومتعلمين وعارفين، ويطوع هذا العلم في ضلال الناس ثم محاباة الحاكم والسلطان. افتكروا كده معايا ونفكر خالد الجندي ونفكر الناس بتاع 30 يونيو ونقول لهم هو انتوا لما نزلتوا كنتوا بتقولوا عشان ايه؟ عشان الامن ما رجعش. اه الامن اخباره ايه دلوقتي؟ كلمني عن الامن والامان. مش انتوا نفس الدوله اللي بتقول ان الامن والامان مش موجود والناس بتسرق الكابلات والنحاس وبتسرق الكهرباء والبيوت بتتسرق والكومباوندات اللي هي محروسة بجوفيلك يعني رجال أمن خاص، ها؟ سيكيورتي على أعلى مستوى بتتسرق، وفيلا المشاهير بتتسرق، وفيلا لعيبة كرة بتتسرق، وقلنا لكم الكلام ده كله. يبقى فين الأمن؟ هل الأمن والأمان تحقق والمواطنة المصرية والمواطن المصري مش قادر أصلا يأمن على عياله ولا على نفسه وهو ماشي في الشارع؟ هل الامن والامان تحقق بعد ما قطعتوا الكهرباء واديتوا للحراميه الكارت الاخضر اللي بتقول لهم يلا انزلوا اسرقوا وقطعنا لكم الكهرباء؟ ده احنا كنا بنقول لك ما تمشيش في الشارع الضلمه لحد يخطف منك حاجه ولا حد ياخد منك حاجه والناس اللي مش كويسه تطلع وبتاع والكلام ده كله. انتوا مهدتوا الاجواء للسرقه، يبقى ما فيش امن رجع. طيب كانوا بيقولوا لنا زمان لما كانوا بيخلوا الناس الغلابه توقع قالوا لهم ايه؟ عشان الفقير مالوش مكان. هو الفقير له مكان دلوقتي؟ واخبار الاسعار اللي انا عمال اقولها لك واضربها لك، والناس اللي بتاكل رجول فراخ واجنحه فراخ، والناس اللي بتروح تاخد العظم بتاع الاضحيه عشان تعمل عليه شوربه لعيالها لان هي مش قادره تجيب لحمه. فين الفقير في 2024 في ظل وجود ما تدعون انه حياه كريمه وحكومه تعمل من اجل المواطن؟ فين الفقير اللي انت رفعت عليه سعر رغيف العيش في واحدة من الغرائب والعجائب من 5 قروش لعشرين قرش، وبدل ما كان بيجيب الخمس ترغيفة بربع جنيه بقى بيجيبهم دلوقتي بجنيه؟ هل الفقير له مكان في 2024؟ جاوبوا جاوبوا، اللي نزلتوا ومضيتوا ووقعتوا وعملتوا نفسكم مش عارف ايه. حاجة بقى غايبة عنكم قوي، بيفتكرها جمهور الاهلي بس في الالتراس في الدقيقة 72 لما بيرفع الموبايل وينور. هل رجع حق الشهيد؟ فين حق الشهداء؟
حق الشهداء فين؟ هل اللي قتلوا شهدائنا في ربعة والنهضة ومزبيرو وفي غيرها من المناسبات الثورية رجع حقهم؟ اتقبض على الناس اللي قتلت هؤلاء الشهداء؟ اتحاكم من قتل الشهداء؟ ده اللي قاتل الشهداء ومد الأمر لقتل الشهداء بيحكم البلد دلوقتي وقاعد ومربع والدنيا زي الفل. هنشتغل بعض. قال لك مفيش كرامة وقتها. هل دلوقتي في كرامة للمواطن المصري؟ هل في كرامة واحنا الجغرافيا بتاعة جمهورية مصر العربية بتنقص وبيتاخد منها جزر وبيتاخد منها حتت؟ هل كرامة المواطن المصري التي تكمن في هيبة دولته وسيادتها موجودة واحنا عندنا الحدود بتاعتنا سداح مداح والدبابات الإسرائيلية داخلة تحتفل وتخمس بالعلم بتاع إسرائيل؟ فين كرامة المصري في 2024؟ هل الاقتصاد اللي انتوا كنتوا بتقولوا ان هو انهار دلوقتي احنا عايشين في احسن حاجة في الاقتصاد، ولا الملف الاقتصادي منهار جدا جدا جدا؟ فين؟ فين اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنه؟ قال لك اصل احنا مش تابعين للامريكان، مش عايزين نبقى تابعين للامريكان. يا راجل يا راجل، احنا دلوقتي مش تابعين للامريكان يا راجل، احنا دلوقتي مش تابعين للامريكان، احنا اللي مستنيين الاذن من اسرائيل عشان تدينا الاذن ندخل مساعدات لنا في غزه عبر المعابر وعبر معبر رفح تحديدا والسياده المصريه على هذا المعبر. قال لك اصل احنا بناخد التليفون ونبعت نستأذنهم. قالوا لنا تمام يبقى تمام، وفي الاخر طلعوا فضحوكوا، فضحونا في محكمه العدل الدوليه والمحامي قال لك لا ده مصر هي اللي موقفه المساعدات على اهلنا في غزه. فين هذه الطلبات بتاعت حمله التمرد؟ فين؟ فين يا جماعه؟ اتحقق منها حاجه؟ يعني 10 ولا 15 مطلب ولا 10 مطالب ولا 8 مطالب؟ اتحقق منهم مطلب واحد؟ وجاي النهارده تقول لي اصل احنا ثوره 30 يونيو انقذت مصر، فين الانقاذ ده؟ فين الانقاذ يا دكتور عطوان؟ ادي المطالب قدامك اهي، فين الانقاذ؟ والله يا احمد ربما انت عارف النهارده لسه احنا تقريبا هنكون برضو مع بعض في نفس الحدث 30 يونيو. اه طبعا. فانا نفسي ان انا استعرض كل المطالب التي طالوا بها للتمرد على الحكم المدني والرئيس المدني، ونشوف وقع حي، لان دلوقتي هم للاسف الشديد بيحاولوا ان هم يزيفوا التاريخ على عين الاشهاد. ايوه. بس الناس عايشه يا احمد، دي مرحله الناس عاشتها. يعني الكلام ما مش هم مش هم اللي قالوا ما تنزلش يوم 30/6. اول حاجه اول حاجه قال لك ايه؟ بس هو بكات الشكي لما كرهت. برافو. يعني اول حاجه قالوها في 30 يونيو لو انت ما نزلتش وشلت محمد مرسي ما تشكيش بقى ليه؟ لما الكهرباء تقطع. اصحى يا مصري وقوم من النوم. تشكي من الضرايب. الضرايب دلوقتي وصلت 85% على المصريين، الموازنه العامه 85%. ازمه السولار لولاها من قطع الكهرباء والغاز. طب سبحان الله، سبحانك يا رب. شوف الاسعار، الاسعار دلوقتي الحمد لله الحمد لله بقت خلاص ارقام قياسيه. قال لك اللي داخله سباق وانت ماشي وراها حافي. طب الاسعار النهارده اخبار ايه؟ فانا مش هعدد، بس الحقيقه اصل عيب قوي يعني قالت به النهارده سعادتك. انت هم عملوا كده شعار او سلوجان كده بايولوجيك ل 30 يونيو، لك اهم حاجه خلصنا من الاخوان واستعدنا الامن والامان. انا بس عايز اعرف هو ايه تعريف الامن والامان؟ للبعض بيقول. طب خلونا الاول اسمع مصطفى بكري وارجع تاني على لكم على القصه دي، لان الحقيقه دي مغالطه كبيره جدا جدا بتنقال دلوقتي، ودي اكبر زيف وايضا تزوير لتاريخ معاصر. صحيح الشارع بيغلي ودي حقيقه، الشارع بيغلي، الناس مش عاجبها، الناس زعلانه وزعلانه قوي، لكن انا بقول للناس بلدكم هي اللي بقى لكم، وطنكم مش هتلاقوا غيره، قيادتكم لما بتحس بحاجه بتتدخل مباشره وبتصحح الاخطاء اللي بتتعمل، وعشان كده احنا محتاجين دايما يا جماعه الاستقرار. وانا قلت الاسبوع اللي فات هي انا احيانا اجد بفتقد كل ادوات الرد امام هذا التبجح من بكري ورفقائه في الاعلام المصري، ابواق السلطه او زي ما سموهم وسماهم كبيرهم قال لك الازرع او الاصبع الاعلاميه. مصطفى يقول لك الناس زعلانه والناس فعلا مستاء والناس غضبانه والناس جايبه اخرها،
بس اهم حاجه الاستقرار. طب اقول له ايه ده؟ ارد عليه اقول له ايه؟ اهم حاجه الاستقرار. استقرار ايه؟ ما انت قلت للناس خلاص خلصنا من الاخوان عشان استعدنا الامن والامان. والسؤال الان هو ايه مفهوم الامن والامان؟ هو الامن الغذائي ده مش امن؟ انك انت النهارده تكفو المواطن ان يكون عنده اكله وشربه فطار غدا عشاء، مش ده امن؟ امن غذائي؟ وده حق للمواطن على السلطه وعلى الاداره الحاليه في البلد دي؟ اخبار الناس ايه؟ انت عندك انت القايل مش انا، ان 5.5 مصري، 5.5 مليون مصري، 5.5 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، وبنديهم معاش تكافل وكرامه 300 400 جنيه. يعني عندك 5.5 مصري محكوم عليهم بالاعدام ليس لهم اي موارد، وعندك 80% تحت خط الفقر. يبقى فين الامن الغذائي؟ تاني حاجه الامن الصحي. هو مش ده امن؟ صحة الإنسان مش أمن؟ لما النهارده أنت تبدد المستشفيات؟ تبدد المستشفيات وتبيعها؟ وتبيع المستشفيات؟ وتأجرها؟ الأمن التعليمي أخباره إيه؟ وأنت عارف كويس أنت عندك عاجز 500 ألف مدرس و350 ألف فصل. هو إيه مفهوم الأمن عندك؟ الأمن الجنائي؟ طب ما أنت لسه عندك سرقة، ده السنة دي أنت مسجل رقم قياسي في معدل الحوادث الجنائيه في مصر. لسه مش وقت الشيك بتقول ده ناس بتسرق النحاس وبكسات النور والمقابر. يبقى انت عندك اي دور امن انت عملته؟ لا امن غذائي ولا امن صحي ولا امن تعليمي ولا امن جنائي. اللهم الا اذا كان تقصد امن الحاكم. ان امن الدوله وايضا الاجهزه الرقابيه والسياديه والعصا الغليظه من الشرطه من الداخليه من اجهزه سياديه كلها شغال الامن الحاكم. ليس الصوت المحكوم على الاطلاق. فالمفهوم اللي بيتقال دلوقتي عن 30 يونيو لا، ده انتوا سقطتم في البئر، في قاع البئر. سقوط ذريع. وسبحان الله كل اللي انتوا قلتوه في 30 يونيو علشان تسقطوا نظام تحت في تمثيليه شعبيه، والحقيقه هي تمثيليه لسلطه عسكريه مستبده، حصل واكثر. كهرباء بتقطع، مفيش سولار وضرائب، مفيش اي حاجه، والناس بتقول جاي.